بعد تألق محمد صلاح وتفوق على كريستيانو، هل انت تتوقع ان محمد صلاح ياخد افضل لاعب في العالم السنه؟ اعتقد اكيد يعني لازم يبقى ياخد احسن لاعب في العالم، لان هو اصلا سنه كمان يسمح ومهاراته ما شاء الله. ما كانش متوقع النتيجه خالص بتاعه مانشستر ان ليفربول يعمل الكلام ده، يعني ممكن كانت تخلص 1-0 2-1، لان برضو دي فرقه كبيره، بس كون يعني يغلبوهم 5-0 دي كانت حاجه مش متوقعه. بعدين محمد صلاح كان له فضل في حتى في الجونين اللي ما جابهمش. استاذ محمد صلاح ده حبيب الملايين، وربنا يكرمه يا رب ان شاء الله وياخد الكره الذهبيه، وان شاء الله جاب 3 اهداف امبارح، وربنا يصلح له الحال ان شاء الله وينفق كريستيانو ان شاء الله باذن الله. يعني ده لو هنتكلم في الكره ده طبيعي، طبيعي جدا. محمد صلاح حاليا دلوقتي احسن لعيب في العالم، في العالم مش هنقول بقى يعني. كريستيانو 36 سنه خلاص كلها موسم وبطل كوره، ميسي 35-36 سنه خلاص كذلك الامر، مش مقدم مع باريس، وكريستيانو مش مقدم مع مانشستر، رغم ان امبارح يعني خماسيه رهيبه وصلاح هاتريك رهيب. عايزين ايه تاني؟ مش ناقص هو البلندور السنه دي، مش هيخرج بين صلاح او ليفاندوسكي فقط لا غير. في حيره دلوقتي محمد صلاح، في حيره على اساس ان هو عاوز هيمضي بياخد 250 الف ايه استرليني، وكريستيانو بياخد 500، فالنادي خايف يمضي له، ان بقى لو مضى بخمس سنين ولا اربع سنين هيبقى سنه 31 سنه، هم خايفين يمضوا من كده. ما اعرفش، بس هو برضو كريستيانو يعني لعيب قوي، ويعني فممكن، بس ما اعتقدش يعني الناس كلها متعاطفه محمد صلاح، وما شاء الله هو مهاراته يعني باين عليه ان هو ما شاء الله حاجه محترمه يعني. لا طبعا ان شاء الله محمد صلاح اللي ياخدها. لا لا ده بالعكس، ده كلوب كمان عامل شغل معاهم كتير جدا، جميل جدا جدا جدا، لان الكوره اصلا جماعيه، بيعتمد على الجماعيه وكوره اصلا جماعيه. لا البطولات دي بتيجي سنه، يعني واخد معاهم دوري ابطال، واخد معاهم الدوري، يعني بعد 30 سنه ليفربول ما بياخدش دوري، تخيل انت ان كلوب بيعمل معاهم حاجه زي كده، ده بالنسبه لهم انجاز تاريخي ليفربول والكلوب ذات نفسه. والله دي في علم ربنا بقى، في علم بقى اللجنه بقى اللي هتحلل بقى الموضوع ده كله، زي كل سنه ما بياخدها كده رونالدو.